كذبت علينا وعدتنا ان ما بدها تروح، خلتنا نايمين وراحت. أدارة من زمان وهي عم تحكي عن هاللحظة وكانت عم تستناها. قدر شو؟ كان لازم نمنعها. أنا لو عرفان بدها تعمل هيك من الأول كنت منعتها. طيب شو واقفين عم نستنى؟ خلينا ندور عليها. أنا خبرت كمال والشرطة عم تدور عليها. عفوا مدام هند، أنا ما فيني استنى، رح دور عليها لحالي. تعالي، ما بصير تطلعي أنت يا عفاف، بخاف أشوفك أنور. أنا رح روح شوف رفقاتها. لحظة مدام، لعمل شوية اتصالات وبعدين بروح معك.